صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أمر ملكي رقم 33 لسنة 2015 بفض دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الرابع لمجلسي النواب والشورى وجاء في مادة الأمر الملكي الأولى أنه يفض دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الرابع لمجلسي النواب والشورى اعتبارا من يوم الثلاثاء العشرين من رمضان 1436 هجرية الموافق للسابع من يوليو 2015 ميلادية ونصت المادة الثانية على أنه ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية